بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن صقور الفتح في حمص، نشكر الشعب البحريني على ما قدم، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ونشكر رابطة بحرينيون مع الثورة السورية على ما قدموا في حملتهم من أجل حمص، ونشكر كل شعوب الخليج والشعوب الإسلامية، ونرجو مساعدتنا على عدونا، فنحن ندافع عن ديننا وعن عرضنا وعن أولادنا، بل ندافع عن الأمة، والحمد لله رب العالمين، والنصر قريب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.